تضامنية للأسير محمد القيد. هنا أتينا للتضامن ولنقول لكل العالم، لنقول للإسرائيليين أن يحرروه، أن لا يعتقلوا بالاعتقال الإداري الغير قانوني، أن يحضروه لنا، نحن نعالجه، لا نريدهم أن يعالجوه بمستشفياتهم، نريد أن نعالجه بين أصحابه وأهله وشعبه، نريد أن نعالجه، لا للاعتقال الإداري. بعد 77 يوما مظاهرات لا تضامن، لا يوجد تضامن، نريد تضامنا كبيرا لتحقيق هذا الهدف، لتحرير هذا الصحفي الذي هو الآن في اعتقال إداري، الذي كل يوم يموت 100 موتة، الذي يفقد عضوا من أعضاء جسمه كل ثانية، كل دقيقة، كل يوم. نقول لكل العالم، نريد حقوق المواطنين، نريد حقوق الشعب وحقوق محمد القيق لنحرره. جرى جهاد في وقفة تضامنية مع محمد القيق، فلسطين المحتلة.